أهلا بكم. يبدو أن عصر نزع الأسلحة يقترب من نهايته. تؤكد الدراسات الأمنية والجيوستراتيجية أن خطر حدوث تصعيد نووي اليوم قائم أكثر من أي وقت مضى. الوقائع الميدانية أيضا تعطي الانطباع بأن التوترات بلغت أعلى مستوياتها منذ فترة ما بعد الحرب الباردة. صحيح أن العالم لم يعرف استخدام السلاح النووي قبل أو بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في العام 1945 تحديداً في مدينتي هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين. كانت القنبلتان رادعتين للعالم، صدى الكارثة ما يزال يتردد مع كل ذكر للسلاح الفتاك. اليوم يتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي أكثر من مناسبة عن إمكانية اللجوء إلى الأسلحة النووية في إطار الحرب في أوكرانيا. اليوم يوجد في عالمنا أكثر من 13,000 سلاح نووي بزيادة قرابة 400 رأس نووي صنعت خلال الأشهر الأخيرة. اليوم أيضا دول عدة تقوم في السر والعلن ببرامج نووية، أخرى تسارع في تحديث ترساناتها أو تعزيزها. قراءة ترى أن عالم اليوم مطالب بالتعقل وتدارك ما يمكن تداركه على طاولة السلم سبيلا لإحراز تقدم في نزع فتيل الصراعات ونزع السلاح أيضا. قراءة أخرى تجزم بأن الواقع المرعب قد يغري بعض الدول النووية بإعادة التفكير في استراتيجيتها إجمالاً، كما قد يغري أخرى بمزيد من التسلح النووي. لمحللين نحن أيضاً في قابل النقاش وجهات نظرهم، بل مخاوفهم من التوترات واستشرافاتهم لعواقبها على المدىين القصير والمتوسط في حلقة بعنوان التهديدات النووية في الواجهة، العالم على وقع أسلحة الردع الفتاكة. يشاركنا في التحليل والنقاش من موسكو السيد يفغيني سيدروف المحلل السياسي، من واشنطن أستاذ إبراهيم الأصيل كبير الباحثين بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن، ومن القاهرة أستاذ أحمد المسلماني رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية. كما تعودنا إذا نبدأ الحلقة بتساؤل واحد يتطلب إجابات مختصرة. هل اليوم الأسلحة النووية موجودة تقريبا منذ أكثر من 80 عاما؟ آخر مرة مثل ما قلت تم استعمالها في ناكازاكي عام 1945. هل السلاح النووي خيار وارد اليوم لحسم الحروب أم ما زال مستبعدا؟ أبدأ معك أستاذ يفغيني. تحياتي لك وللسادة المشاهدين وللضيوف الكرام. أنا أعتقد بأن رغم أن طبعا الأوضاع تغيرت بشدة مع ما كانت عليه منذ حوالي 77 عاما، أي بعد الانتهاء من الحرب العالمية الثانية، إلا أن هذا الخطر ما زال قائما الآن، وربما بمزيد من الشدة ومزيد من الإلحاح إن صح التعبير من قبل البعض. ولكن من الخطأ الاعتقاد بأن الرئيس الروسي بوتين تحدث بشكل مباشر عن استخدام الأسلحة النووية، ولكن هناك من يحاول تفسير تصريحاته بهذا الشأن على أنه تهديد باستخدام الأسلحة. سنعود لهذه التصريحات، أراها واضحة صراحة. من موسكو أستاذ إبراهيم كان أن الخطر ما زال وارد، فمعك في واشنطن كيف ترى الأمر؟ هل الخطر في خيار الاستعمال الأسلحة النووية وارد أم مستبعد؟ مرحبا بك وبالضيوف المشاهدين الأعزاء. أعتقد أن الخطر موجود وحقيقي، ليس خطرا آنيا بمعنى أننا لا نخشى أن يتم استخدام الأسلحة النووية اليوم أو الغد، ولكن من الممكن أن تسير الأمور باتجاه وبسيناريو معين يؤدي إلى استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا وربما ما وراء أوكرانيا أيضا. الخطر ما زال وارد بالنسبة لموسكو وواشنطن، كيف ترى الأمر أستاذ أحمد؟ الرئيس بايدن قال أننا الأقرب الآن منذ 60 عاما إلى ذلك، وربما نحن الأقرب منذ 77 عاما إلى ذلك. السؤال، هل سيحدث يوما ما إطلاق القنبلة النووية الثالثة؟ تقديري نعم، إنما السؤال الأهم هو متى. لكن ما لم تنتهي الأسلحة النووية من العالم، فإن الطريق إلى استخدام السلاح النووي للأسف الشديد سيحدث وقتا ما. أجوبتكم غير مطمئنة، فيها الكثير من المخاوف والرعب والأخطار المحتقة بهذا الكون، وفيها الكثير أيضا من العناوين سنستفيد فيها بعد حين، ابقوا معنا.
مرحبا بكم من جديد. أعود إلى موسكو إليك أستاذ يفجيني. أستاذ يفجيني، رئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع القوة النووية للبلاد في حالة تأهب منذ بداية الحرب على أوكرانيا، يعني فبراير الماضي، قال إن ذلك بسبب تصريحات الغرب المعادية والعدوانية. من وجهة نظرك، وضع هذه القوة النووية في حالة تأهب وهي قوة ردعية، هل هي خطوة تكتيكية للاستغلال الإعلامي؟ هل هي للتخويف الغرب، أم فعلا الزناد واليد على هذا الزناد فعلا في روسيا؟ أنا أعتقد بأن عندما تحدث الرئيس بوتين عن هذا الملف، ملف الأسلحة النووية، لم يكن يقصد بأن روسيا يمكن أن ترد بنفس الأسلحة، وإنما قال إن أولئك الذين يحاولون تحويل روسيا ينبغي أن يعلموا أن الرياح يمكن أن تتغير اتجاهاتها، بمعنى أن لدى روسيا ما ترد به على أي محاولة لتخويفها بالأسلحة النووية، ولكن هذا لا يعني بطبيعة الحال أن روسيا مستعدة وربما تنوي استخدام الأسلحة النووية. سأذكر بالتحديد، اسمح لي أستاذ يفجيني، سأعود للتصريح للرئيس بوتين لأنه جاء من الرئيس وليس من أي موظف في الكرملين. يقول بوتين: أمام أي تهديدات لوحدة أراضينا أو سيادتنا، نحن قادرون على استخدام هذه الأسلحة، وطبعا يقصد الأسلحة النووية، وهذا ليس خداع. يعني مثلا إذا سقط صاروخ على الأراضي الروسية، صاروخ بسيط، يمكن أن يكون الرد بالنووي. لا، أنا أعتقد بأن ما قاله الرئيس بوتين يعني شيئا آخر تماما، وهو أن لدى روسيا قدرات مختلفة، ليس بالضرورة أن تكون أسلحة نووية تكتيكية كانت أو استراتيجية. لكن هناك طبعا شخصيات أخرى تحدثت بشكل مباشر وجاءت في تصريحاتهم ذكر كلمة الأسلحة النووية، منهم على سبيل المثال الرئيس الشيشاني رمضان قادروف، ولكن الرئيس بوتين لم يقل هذا بالحرف الواحد أبدا، وإنما كان المقصود بكلامه وتصريحاته بهذا الصدد أن لدى روسيا قدرات كافية للرد على أي محاولات والتطاول على أراضي روسيا، هذا أولا. ثانيا، طبعا روسيا لديها عقيدة نووية تم تبنيها في عام 2020 منذ سنتين تقريبا، وهناك عدة حالات يعني يمكن فيها أن تستخدم روسيا الأسلحة النووية، وأعتقد بأن أهمها إذا خيم على روسيا خطر وجودي، أي أن هناك شيء ما يهدد وجود روسيا كدولة. البعض يفسرون هذه البنود من العقيدة النووية الروسية بالخطأ، وكان هناك مثلا ما له علاقة بالوضع أو بالأزمة في أوكرانيا، هذا ليس صحيح. طيب، وطبعا ليس هناك انطلاقا طبعا من التطورات في أوكرانيا ما يهدد وجود روسيا كدولة. نعم أستاذ إبراهيم، البنتاغون، البيت الأبيض، المشهد السياسي في أمريكا تسلم كل هذه التصريحات على أساس أنها تهديدات نووية، العالم كله، لا أظن أن العالم كله أخطأ في تأويل مثل هذه التصريحات. على كل، الرئيس الأمريكي مقابل هذه التهديدات التي قام بها بوتين وصف أن الخطر يحدو نهاية العالم، أرماجدون نووي أصبح عند أعلى درجاته هذا العام منذ أزمة الصواريخ الكوبية منذ 60 عاما. إذا كانت هذه قناعة الرئيس الأمريكي بوتين وأننا وصلنا إلى هذه الحافة نهاية العام العالم، ما هي ردة فعله إذن العملية وليس فقط التصريحات؟ أشار الرئيس بوتين في أكثر من مناسبة إلى إمكانية استخدام السلاح النووي في سيناريوهات مختلفة، وطبعا هذا التهديد تم أخذه على محمل الجد حول العالم، ومن الضروري أن يتم أخذه على محمل الجد، لأن أيضا من الممكن جدا إذا تم الاستخفاف بهذا التهديد على أن يدفع ذلك بوتين إلى إظهار وجه أكثر حزما، وربما يشجعه ذلك أكثر على استخدام السلاح النووي. الآن ما الذي يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة أو حلف الناتو بشكل عام؟
العام لا يمكن أن يقوموا بالكثير عسكريا، بمعنى أنه لا يمكن بأن يستبقوا الضربة النووية بضربة نووية، لأن ذلك سيقودنا إلى حرب نووية لا يمكن معرفة إلى أين تذهب، لأن استخدام الأسلحة النووية دائما ما يدفع الأطراف إلى عدم معرفة أين ستتوقف هذه الحرب، ولذلك يتم التصعيد بشكل سريع وعنيف وعالي جدا، ومن الصعب التنبؤ إلى أين تذهب الأمور. ولكن يمكن طبعا أن يتم الرد بشكل سياسي عبر توضيح على أن هذه التهديدات تم أخذها على محمل الجد، وتوضيح كيف سيتم الرد على هذه العملية في حال فعلا قررت روسيا استخدام الأسلحة النووية. ما هي سيناريوهات اليوم التالي؟ كيف سيتم الرد على تلك العملية العسكرية داخل أوكرانيا؟ وكيف سيتم تحميل تبعات أو مسؤولية هذا العمل العسكري على روسيا؟ يمكن لذلك طبعا على أن يغير من حسابات الرئيس بوتين في حال فعلا قرر أو وصل إلى نقطة قرر فيها أن استخدام الأسلحة النووية هام وضروري وفعال من وجهة نظر روسيا، خاصة أن العقيدة النووية الروسية يمكن تأويلها بأي اتجاه حتى لو هي واضحة، ولكن في وقت من الأوقات يمكن أن يستشعر الخطر الوجودي ويمكن استعمال هذه الأسلحة النووية. أستاذ أحمد، سأفتح معك صفحة تاريخية. الولايات المتحدة الأمريكية كادت في أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 وبرئاسة جون كينيدي والاتحاد السوفيتي أنذاك بزعامة نيكيتا خروتشوف أن تستخدم الأسلحة النووية. طبعا نتحدث هنا عن أزمة الصواريخ الكوبية، ولكن لم يتم استعمالها آنذاك. ذات السيناريو من وجهة نظرك هل يمكن أن يحدث الآن في أوكرانيا؟ وما الذي يميز الحالة الأوكرانية عن أزمة الصواريخ الكوبية؟ هناك حضرتك فارق رئيسي بين أزمة 62 قبل 60 عاما وبين أزمة 22. أزمة الصواريخ الكوبية استغرقت 13 يوما حبس العالم فيها أنفاسه، 13 يوما كاملة. أما الآن فإن المجال الزمني مفتوح، نحن تجاوزنا 100 يوم وهناك حديث عن السلاح النووي، وبالتالي لسنا في إدارة أزمة محددة أن هناك صواريخ سوفيتية موجودة على الأراضي الكوبية يجب إزالتها مقابل إعطاء مزايا في تركيا أو غيرها. ليست أزمة محددة في المكان والزمان والأهداف بالنسبة لها، هذه أزمة مفتوحة في 22. هناك دولة احتلت أجزاء من دولة أخرى تقول أن هذه الأجزاء أصبحت جزءا منها، الدول الأخرى تقول لا، هذه الأجزاء محتلة يجب تحريرها، الناتو يقف في مواجهة روسيا. هذه أزمة مفتوحة وكبيرة ومعقدة كثيرا جدا عن محدودية الأزمة في 1962. وبالتالي جرت في المياه النووية أو في النهر النووي مياه كثيرة، والأمر الآن أعقد مما كان. الأمر الثاني، الهيبة النووية انتهكت من عام 62 وحتى عام 22. الذين كانوا يتجرؤون على استخدام كلمة الحرب النووية أو السلاح النووي أو استخدام الأسلحة النووية كانوا الإعلاميين، الصحفيين، المحللين السياسيين. لأول مرة الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي، وزير الدفاع الأمريكي وزير الدفاع الروسي، وزير الخارجية هنا وزير الخارجية هنا، هذه المستويات الرسمية لم تحدث بهذه الكثافة منذ عام 45. لأول مرة نجد كسر هيبة السلاح النووي وكسر هيبة المصطلح وترويج الأمر على أنه أشبه بسلاح تقليدي ثقيل، والأمر ليس كذلك. يعني أصبحت الكلمة مستباحة من قبل الجميع رغم خطورتها على الكرة الأرضية وكل من فيها. أستاذ يفجيني، الخبراء في تحليلاتهم، وترى الآن أن الكل أخذ على محمل الجد هذه التصريحات إن قصد بها أو لم يقصد بها أن يستعمل السلاح النووي، أقصد بوتين، فإن الخبراء حصروا إمكانية استخدام النووي في احتمالين. الأول يشير إلى إمكانية استهداف سلاح نووي روسيا طبعا لمنشأة عسكرية بذاتها فقط. الاحتمال الثاني تنفيذ موسكو لضربة نووية استعراضية ربما تكون فوق البحر الأسود، وبالتالي ترهب وتخيف العدو إن كان الغرب أو طبعا أوكرانيا. هل هذه الخيارات ممكنة من وجهة نظرك؟
أنا من وجهة نظري هي غير ممكنة بالنسبة لروسيا، لأن روسيا ليس لديها مثل هذه الخطط، وهي تدرك تماما أن هذه الخطط سوف ينظر إليها في من قبل الدول الغربية على أنها محاولة لتخويفها أو تهويلها. وبطبعا طبعا روسيا لا يمكن أن تقتدي بمثال أو تحظو حظو الدول الغربية التي تتحدث بشكل سافر عن ضرورة إلحاق ما يمكن أن نسميه بهزيمة استراتيجية لروسيا، بمعنى أن هذه الهزيمة لن تسمح لروسيا باستعادة قدراتها مستقبلا، كما أنها تتحدث أو كما أنهم يتحدثون زعماء الدول الغربية يتحدثون أيضا عن ضرورة تدمير الاقتصاد الروسي عن بكرة أبيه إن صح التعبير. وبالمناسبة إذا عدنا إلى أزمة الصواريخ منذ 60 سنة، لم يطرح أي من الاتحاد السوفيتي أو الولايات المتحدة هدف تدمير الطرف الآخر. الآن الأوضاع تغيرت، وهذا ما يقربنا إلى خط خطر جدا، وإلى وضع سوف يكون فيه من المستحيل إعادة السعة إلى الوراء. ومن هنا لا أعتقد، إذا يعني عدت إلى هذا السؤال، روسيا لا تنوي تخويف الدول الغربية، ولكن هي دائما تقول إن لديها ما ترد عليه على الخطر إذا ما أتى تم تهديدها من دولة أخرى. نعم. أو من مجموعة الدول طبعا. أو إذا تم انتهاك يعني أراضيها أو وحدة أراضيها. أستاذ إبراهيم، لماذا الحديث عن روسيا؟ ومثل ما سمعنا من أستاذ يفجيني، لديها عقيدة نووية واضحة، لن تستعمل النووي إلا إذا ما تم انتهاك أراضيها أو وحدتها أو هناك خطر على وجودها. لماذا لا نجد الحديث بنفس هذه الحدة على كوريا الشمالية خلال الأسابيع الماضية والسنوات الأخيرة أيضا، وخاصة الأسابيع الماضية؟ هناك استعمال كبير للتجارب النووية، وهناك أيضا سلسلة من التجارب بالأسلحة، هناك صواريخ منذ أسبوعين حتى عبرت المجال الجوي الياباني. بالتالي لماذا الحديث عن روسيا ولا نسمع مثل هذا الصراخ على كوريا الشمالية وهي الأكثر خطرا؟ هناك في الحقيقة ردود أفعال كبيرة على الواقع في كوريا الشمالية. كوريا الشمالية دولة تقع تحت عقوبات اقتصادية عالمية طبعا بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا تحت حصار كبير. هي دولة شبه معزولة أو معزولة بشكل كامل عن محيطها وعن العالم دبلوماسيا واقتصاديا وسياسيا، ولكن أيضا هناك بعض الفوارق المهمة بين الحالتين. كوريا الشمالية ليست دولة عظمى كروسيا، وليست عضوة في مجلس الأمن، وليست عضوة في اتفاقية الحد من الانتشار النووي، بينما روسيا في المقابل هي دولة عظمى صاحبة كرسي في مجلس الأمن وإحدى الأقطاب الأساسية وربما القطب الثاني حاليا طبعا إذا ناقشنا هي أم الصين في العالم وفي النظام العالمي. وأيضا هناك فارق مهم جدا في هذه الحالة، وهي أن روسيا غزت جارتها على الحدود الأرضية وقامت بضم أراضي، بينما لم تستطع ولم تقم كوريا الشمالية بذلك حتى الآن. لا يوجد حرب على الأرض، لا يوجد محاولة لتغيير الخريطة، لا يوجد محاولة لضم أقاليم من الجوار، ولا يوجد محاولة لتهديد دولة غير نووية باستخدام السلاح النووي. سابقا حتى إذا ما تحدثنا عن أزمة الصواريخ الكوبية، وبالمناسبة جرت في مثل هذه الأيام في نهاية أكتوبر صحيح. وبداية شهر نوفمبر من عام 1962، كانت الحرب بين دولتين عظمتين، الحرب الباردة التي كادت أن تصبح حرب نووية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، بينما اليوم التهديد الروسي ضد دولة لا تملك السلاح النووي وهي أوكرانيا، والتهديد باستخدام السلاح النووي على الأراضي الأوكرانية. ولكن من وراءها ومن يزودها بالأسلحة اليوم أوكرانيا هي دول ضمن الناتو، وفيها دول طبعا مثل بريطانيا وفرنسا وغيرها لديها، وأمريكا طبعا لديها الأسلحة النووية. لا يمكن ولكن أن نخرج أن نخرج أن داخل أوكرانيا. نعم تفضل أستاذ إبراهيم تفضل. ولكن لا، هذه الأسلحة ليست موجودة داخل أوكرانيا ولم يتم التهديد باستخدامها. وهنا المشكلة والمعضلة التي نتعرض لها الآن، وهي تهديد دولة عظمى صاحبة قوة نووية ضد دولة أخرى لا تملك السلاح النووي. طبعا تحدث ذلك في عام 1945، ولكن كان ذلك قبل توقيع اتفاقية الحد من الانتشار النووي في عام 1968، والتي تضمنت
المفهوم بأن لا تقوم الدول صاحبة السلاح النووي بتهديد بتهديد. دول لا نعم تملك السلاح النووي. نعم قبل أن أذهب إلى فاصل أعود إليك في القاهرة أستاذ أحمد، بعض المراقبين أرجو عدم استعمال بوتين للسلاح النووي إلى اليوم، وهو المعارضة القوية الشديدة لاستخدام السلاح النووي من حلفاء الرئيس بوتين نفسه، وأتحدث عن دولتين الصين والهند. هل من وجهة نظرك هذا سبب وجيه؟ نعم هذا سبب وجيه، ولكنه طبعا ليس السبب الوحيد. وهنا أود أن أعقب على الفلسفة أو العقيدة النووية التي تحدثتم عنها. في الواقع العقيدة النووية هي عقيدة بلاغية إنشائية، سواء في روسيا أو أمريكا أو أي دولة أخرى، لأن كل الدول عقيدتها النووية تقوم على إذا كان هناك تهديد وجودي لهذه الدولة يتم استخدام السلاح النووي. وهذه عبارة بلاغية فضفاضة. في وقت ما هل مثلا زعيم كوريا الشمالية يعتبر أن تهديد رئاسته لكوريا الشمالية وزعامة حزبه للبلاد تهديد وجودي لكوريا الشمالية؟ ما هو تعريف ذلك التهديد الوجودي؟ هل تهديد أي منطقة في الأراضي الروسية ينطبق عليها الأمر؟ هل تهديد المنطقة في الدنباس التي تم ضمها من الجانب الروسي فقط يمكن أن يكون تهديدا وجوديا لروسيا؟ ومن ثم العقيدة النووية في الواقع لا معنى لها إذا انفلت الأمر من الناحية السياسية وإذا بلغ الصدام مداه. لن يذهب أحد إلى هذه العقيدة ليقرأها صفحة صفحة، هذه للمؤرخين. أما السياسيين أصحاب القرار، فللأسف الشديد الوضع في الميدان ماذا يتطلب؟ ماذا يرى القادة العسكريون؟ ما هو الطرح المطروح الآن؟ وهنا تنحى هذه العقيدة جانبا. ما أقوله ختاما في هذه النقطة أننا فعلا نقترب من استخدام السلاح النووي، وأن هذا التمهيد الطويل لا يعني أنه لن يحدث. بالعكس، إذا استمر هذا التمهيد الطويل فربما يمهد لما يقال الآن القنبلة النووية التكتيكية. نعم. وكأن السلاح النووي التكتيكي ليس سلاحا نوويا، كأنه نعم. سلاح تقليدي ثقيل نسبيا. في كل الأحوال الأمور ليست الأفضل، والخطاب الفضفاض ليس الأفضل، والتهديد والعودة عن التهديد ثم التهديد من جديد، هذه كلها مناورات. نعم. مخيفة لعالم اليوم. فتحت لنا الباب حتى نتحدث عن السلاح النووي التكتيكي والفرق بينه وبين السلاح النووي الاستراتيجي. بعد الفاصل السلاح القاتل، معطيات صادمة بعد الفاصل، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد. لنعمل نقوم بجرد معك أستاذ يفجيني. أولا أعطينا جرد لعدد الأسلحة النووية ورؤوس النووية في روسيا وفي العالم، أو ماذا تعرف روسيا عما يوجد في العالم من رؤوس نووية؟ نعم، بطبيعة الحال روسيا لديها معلومات كاملة وشاملة عن حيازة عدد من الدول، وفي مقدمتها بطبيعة الحال الولايات المتحدة للأسلحة النووية، لأن حصة الأسد تعود إلى هذين البلدين أو إلى الدولتين الأعظم كما كان يسميان منذ فترة. وبالتالي روسيا لديها هذه المعلومات، وهي تتعامل مع الواقع انطلاقا من نوايا الطرف الآخر وهو الطرف الأمريكي بطبيعة الحال. ولكن لابد هنا عندما ننظر إلى هذه الأرقام وهذه الإحصائيات ألا ننسى أمرا مهما، وهو أنه مثلا من أصل 5700 أو 5500 رأس نووي هناك حوالي 1000 أو 1500 رأس خاضع للتدمير نظرا ربما لانتهاء مدة استهلاكها أو استخدامها. وهذا ما يقلص ربما يقلص عدد الرؤوس النووية، وبالطبيعة الحال يقلل من خطر استخدامها. هذا أولا. ثانيا، بالمقارنة مع عام 1986 أي تقريبا عام شهد الحرب الباردة عندما كانت في أوجها، تقلصت القدرات النووية بالمقارنة مع تلك الفترة الآن بأكثر من خمس مرات، بخمس مرات والنصف تقريبا.
وهذا يعني أن الخطر نوعا ما ربما تراجع، لكن هذا لا يعني أن النوايا أيضا تراجعت. والمشكلة في نوايا وخطط تلك الشخصيات وتلك الدول التي ما زالت ربما لا تفارق الأوهام بإمكانية التفوق على طرف آخر فيما يتعلق بهذه القدرات. بحسب المعطيات أستاذ إبراهيم المتوفرة الآن، العدد الكلي للرؤوس النووية يقارب 13,000، بالتحديد 12,705 رأس نووي. روسيا وحدة تملك 5,977، الناتو حلف الناتو 5,943. طبعا حصة الأسد هي للولايات المتحدة الأمريكية 5,428، يعني روسيا تمتلك أكثر من الرؤوس النووية للناتو دولها مجتمعة. لدينا الصين حليفة لروسيا 350 رأسا نوويا، باكستان 165 رأس نووي، والهند 160، وبعض الدول الأخرى مثل إسرائيل وكوريا الشمالية. من وجهة نظرك كيف يمكن قراءة هذا التباين أولا في الأعداد والتوزيع الجغرافي لهذه الأسلحة النووية؟ فعل هذه الأرقام إذا نظرنا إليها هي أرقام فعلا مرعبة، لأننا وللمرة الأولى في التاريخ في العقود السبعة الماضية والستة الماضية أصبح البشر يملكون القدرة على تدمير كوكب الأرض أكثر من مرة، وهذا لم يحصل سابقا. مهما جن البشر ومهما قرروا الذهاب إلى حروب عنيفة لم يكن بمقدورهم أن يقوموا بتدمير كوكبهم الذي يعيشون عليه، ولكن هذه الأرقام كفيلة بأن يقوم البشر بذلك في حال طبعا نشبت حرب نووية بينهم الحصتان الكبيرتان للولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ولكن الدول الخمس في مجلس الأمن طبعا كانت ملتزمة أكثر من غيرها نظرا لأنها كانت من المفاوضين على الاتفاقية من الحد من الانتشار النووي أكثر من الدول الأخرى التي حصلت على السلاح النووي بعد الاتفاقية ولم تنضم إليها. اتفاقية الحد من الانتشار النووي تقوم على مبدأ بأن هذه الدول صاحبة الأسلحة النووية لديها القدرة على التدمير المتبادل، وبأنه لن يكون هناك أي رابح من حرب نووية إذا ما نشبت هذه الحرب النووية بين هذه الدول، سواء كانت تملك 100 أو 200 رأس نووي أو 1000 أو 2000، لأن ذلك أكثر من قدرتها على الاستخدام وأكثر من حاجتها على تدمير أعدائها وتدمير نفسها. ولكن طبعا كيف يمكن لهذه الأسلحة أن يتم استخدامها وأين يتم استخدامها؟ تم الاتفاق حينها على أن لا يتم استخدامها إلا إذا تم تعريض هذه الدول إلى خطر وجودي كما تم ذكر ونقاش في السؤال الماضي، وأيضا على أن لا يتم استخدامها ضد دولة لا تملك السلاح النووي. وهنا أشير إلى نقطة مهمة على أن السبب في ذلك كان هو على أن لا يتم تشجيع الدول الأخرى على السعي لامتلاك سلاح نووي، لأن الكثير من الدول يرى أن أمنها يقتضي الحصول على سلاح نووي لمنع أي غزو خارجي أو إملاءات خارجية، ولذلك تعاهدت هذه الدول الكبرى على أن تبقي الصراع النووي فيما بينها لتضمن على أن لا تذهب الدول المتوسطة والصغرى حول العالم إلى محاولة الحصول على. وهذه الجهود يبدو أنها فشلت، لأننا نرى دول أخرى تزيد من أعداد الأسلحة النووية وتواصل في موضوع اكتساب الأسلحة النووية. أستاذ أحمد، سأبقى في نفس هذا الإطار، الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي شهد تعاونا بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي ثم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا من أجل الحد من تنامي انتشار الأسلحة النووية وإنشاء أنظمة لإدارة الأزمات. تم إيجاد معاهدات مثل ستارت سورت، معاهدة القوات النووية متوسطة المدى INF، معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية BTBT وغيرها من هذه المعاهدات. سؤالي هو، ما هو مفهوم سياسة الاحتواء النووي العالمي؟ هل ساهمت فعلا في الحد من الانتشار النووي، وما نتائجها في نهاية الأمر مثل هذه المعاهدات؟ في الواقع كما تفضلت في الأرقام، فإن في العالم أكثر من 13,000 رأس نووي، اتحاد العلماء الأمريكيين يصل به إلى 15,000. بعض الدول لديها أعداد لا تعلن عنها بالضرورة بالشكل الكافي، لكن لنقل أن المتوسط ما بين 13 إلى 15,000 رأس نووي. كانت هناك أخبار رائعة للغاية في العقود السابقة، لأنه في السابق كان في العالم أكثر من 70,000 رأس نووي، تم تدمير نسبة كبيرة جدا، حوالي 56,000 رأس نووي تم تدميره في العقود الماضية. هذا رقم خرافي، تدمير 56,000 رأس نووي
من 70,000 رأسنوي، بقي لدينا 14,000 رأسنوي. لكن هناك بعض الرؤوس النووية المعاصرة أكثر قوة وتأثيرا من رؤوس قديمة تم تدميرها. في كل الأحوال حتى في ظل الحرب الباردة كانت هناك بعض الإيجابيات في ذلك التنافس على قيادة العالم. كان هناك السباق في الفضاء، السباق في علوم الطب، السباق في علوم الفيزياء والكيمياء، كان هناك سباق مدني وعلمي وثقافي كبير جدا، لم يكن فقط الجانب العسكري. لكن في الظرف الحالي الآن ربما آخر سباق كان بين فايزر وموديرنا من ناحية وسبوتنيك من ناحية أخرى. السباق الجاري الآن هو سباق الموت وليس سباق الحياة. الجوانب الإيجابية فيه قليلة وأغلبه يتعلق بامتلاك الأسلحة النووية وإمكانية استخدامها. الضيف في روسيا تحدث عن أن روسيا لديها بعض الرؤوس النووية قيد التفكيك، هذا صحيح، لكن هناك 1500 رأس نووي روسي جاهز للانطلاق في حالة انتشار، إما في قواعد صواريخ أو جاهزة لطائرات استراتيجية أو تجوب بها غواصات روسيا بحار العالم ومحيطاته، وبالتالي أيضا الناتو كذلك. هناك توازن في الرعب، توازن في الخوف، بعد أن كان يجب أن يكون توازن في العلم أو في التنمية أو في الاقتصاد. العالم يواجه السنوات القادمة سباقا نحو التدمير والتخريب وزراعة الجوع والخوف، وليس نحو البناء والتنمية وحماية هذا العالم مما يواجه من تحديات مخيفة. طبعا كل ما نتقدم في هذه الحلقة ونتأكد أكثر أنه يمكن أن تكون ضربة نووية من أي جهة كانت، لا نعرف من سيبدأ بها، ربما كوريا الشمالية. أستاذ يفجيني، بدأ أستاذ أحمد قبل الفاصل تحدث عن الأسلحة النووية التكتيكية وهي التي يمكن استخدامها على مسافة قصيرة نسبيا، على عكس الأسلحة النووية الاستراتيجية التي يمكن إطلاقها على مسافات أطول وأبعد بكثير وهي تثير شبح الحرب النووية الشاملة. من وجهة نظرك أيهما الأقرب في الاستخدام في الحالة الأوكرانية؟ ولا أتحدث عن دولة بعينها ستقوم بداية هذا الموضوع، ولكن أيهما في الأسلحة يمكن أن يتم استخدامه؟ نعم، نظريا طبعا أنا أميل إلى الاعتقاد بأن احتمال استخدام الأسلحة التكتيكية طبعا أعلى من الأسلحة الاستراتيجية، لأنه في حالة إذا استخدمت الأسلحة النووية الاستراتيجية سوف يتسع نطاق تأثيراتها سواء المباشرة أو الجانبية وتأثيرها على البيئة، ناهيك طبعا عن البنية التحتية وطبعا البشر. وبالتالي فأكرر مرة أخرى إنه نظريا فقط الآن إذا افترضنا احتمال استخدام الأسلحة النووية فيبدو لي الأكثر ترجيحا التكتيكية منها. مع ذلك طبعا هذا الخطر ما زال قائما كما قيل اليوم وفي التقارير العديدة التي سمعناها في الفترة الأخيرة، ولكن روسيا تنظر إلى هذا الموضوع على أنه إجراء اضطراري وليس إلا رد على الخطر الذي يمكن أن يخيم على روسيا فيما يتعلق بوجودها كدولة. نعم، أستاذ إبراهيم، الدولة الوحيدة التي استعملت السلاح النووي هي أمريكا، كان ذلك عام 1945 على ناكازاكي وهيروشيما، وكانت إلى اليوم نرى الصور الفظيعة لمثل هذا العمل النووي. من وجهة نظرك هل هناك أي نقاش، هل هناك أي محاولة للحد من الانتشار النووي بسبب تلك الحروب وما خلفته على البلاد وعلى العباد؟ أثر التفجير أو التفجيرين الكبيرين الذي حصل في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية لا شك أنه المثال الواضح أمام أعيننا كيف يمكن أن تقوم القنبلة النووية بتدمير واسع جدا وبالغ المدى، رغم طبعا أن تلك القنابل كانت قنابل صغيرة جدا إذا ما قارناها بالقنابل النووية الخارقة أو سوبر نيوكس التي يمكن أن تستخدمها الدول العظمى الآن. ولكن من الصعب أيضا
كمان منع هذه الدول من استخدام السلاح النووي، لأن هذه الدول ترى أن الأسلحة النووية الموجودة بحوزتها هي تعطيها القدرة على أن تكون لها هذه المكانة العالمية وعلى أن تحفظ أمنها. ولذلك فشلت الكثير من المفاوضات سابقا رغم نجاحها كما أشار الضيف الكريم على تخفيض عدد الأسلحة النووية بشكل كبير جدا، ولكنها فشلت بأن تقنع الدول العظمى. أقنعت بعض الدول الأصغر منها على أن تتخلى عن سلاحها النووي مثل أوكرانيا طبعا لأسباب كثيرة في التسعينيات، ولكن الدول الكبيرة لم تتخلى عن سلاحها النووي، ولا يبدو على أنه في الأفق يمكن أن تتخلى عن سلاحها النووي. ولكن ما يمكن أن يحصل هي مثل الاتفاقيات والمعاهدات التي أشرت إليها في منذ دقائق، على أن تتعاون هذه الدول على أن يكون هناك على الأقل تواصل واضح فيما بينها، على أن لا يحصل هناك سوء تقدير أو سوء فهم متى سيتم استخدام هذا السلاح وكيف سيتم الرد عليه. من يمكن أن يكون له السلطة على هذا الموضوع؟ يعني إيجاد ميثاق لجميع هذه الدول، لأنها كلها طرف في هذا الموضوع. هل يمكن أن تكون في ذلك الأمم المتحدة مثلاً؟ بكل تأكيد أن تكون الأمم المتحدة طرف في ذلك، بأن تكون الكثير من الدول التي تملك الرؤوس النووية أو لا تملك الرؤوس النووية، وتقديم أيضا معاهدات أمنية لتلك الدول التي لا تملك الرؤوس النووية. لأنه كما أيضا تحدثنا، إذا كانت الكثير من الدول حاولت أن تسعى للحصول على السلاح النووي دون أن يتم استخدامه بعد الحرب العالمية الثانية، إذا ما تم استخدام السلاح النووي الآن، علينا أن نتوقع أن العشرات من الدول خصوصا دول متوسطة الحجم ستحاول على أن تحصل على السلاح النووي، لأنها ستدرك على أنه لا يوجد ضمانة حقيقية على أن لا يتم استخدام السلاح النووي ضدها. حينها لن نتعامل فقط مع كوريا الشمالية ومع إيران، ولكن سنتعامل مع الكثير من الدول التي سترى أن أمانها وسلامها ومستقبلها يحتم عليها على أن تملك القدرة النووية، وهذا طبعا خطير جدا. هي فعلا معادلات الرعب. أستاذ أحمد، قبل أن نذهب إلى فاصل، حتى فقط يفهم المشاهد مدى فتاحة التفكير فقط والتلويح فقط بورقة النووي. الرؤوس الحربية النووية يمكن اليوم أن تزن 1000 كيلوطن. القنبلة التي قتلت أكثر من 145,000 شخص في هيروشيما فقط خلال الحرب العالمية الثانية كانت تزن 15 كيلوطن فقط. هل يمكن أن تتخيل معنا بكلماتك ماذا يمكن أن يحدث، الدمار والذي يمكن أن يخلفه لو وقعت استعمال واحدة فقط من هذه القنابل التي يمكن أن تصل إلى 1000 كيلوطن؟ في النقد السينمائي يقولون إذا ظهر المسدس في بداية الفيلم فإنه سيطلق الرصاص في نهاية ذلك الفيلم. كل ما نخشاه أن تكون هذه الترسانة العملاقة من الأسلحة النووية ليست فقط لتظهر في أول مشهد، ربما نفتقد الحكمة وفي المشهد الأخير نرى نهاية العالم كما تحدث الرئيس الأمريكي وأمين عام الأمم المتحدة. كما تفضلت فإن قنبلة هيروشيما كانت 15 كيلو طن، الآن نتحدث عن 1000 كيلو طن. في العالم تقريبا قرابة 10 مليون كيلو طن إجمالي قوة الأسلحة النووية في العالم. لنا أن نتخيل أن يوم القيامة حين يقوم البشر بقرار سياسي منهم بأن يصنعوا ذلك اليوم الذي ينهي العالم. في الواقع أنا زرت فيما قبل مدينة هيروشيما، وكم أتمنى لو كان الأمر بيدي لأجبرت زعماء الدول التسعة المالكة للأسلحة النووية على أن يزوروا متحف هيروشيما في تلك المدينة التي أطلقت عليها القنبلة النووية سنة 45 سنويا. يجب أن يزور الزعماء هذا المتحف سنويا ليروا حجم الدمار وحجم الرعب وحجم الكارثة التي حدثت. التقيت ناجية يابانية من القنبلة النووية كان عمرها 4 سنوات في ذلك الوقت، وهي الآن في سن متقدم، وروت لي بالضبط ما يروى في أهوال يوم القيامة، سواء من قوة التفجير أو من الذين تساقطت جلودهم أو الذين يعني بلغ بهم العطش مداه فارتشفوا مياه نووية أدت إلى موتهم من الأمطار النووية الساقطة، أو ألقوا أنفسهم في نهر هيروشيما وماتوا أيضا نتيجة نزول هذه الأمطار النووية. الموقف يعني أكثر من الخيال. أتمنى أن يدرك العالم أن الأمر إذا كان الآن مثارا لنقاش وحوار وظهور تلفزيوني للقادة السياسيين ومتحدثيهم، الأمر أخطر كثيرا جدا إذا قرر البشر بأنفسهم إنهاء هذا الكوكب دون أن يكون لدينا كوكب آخر. من الغريب فعلا أن
هذا الدرس لم يفهم بعد رغم بساطته. بعد الفاصل سيناريوهات تجنب الحرب النووية، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد. أستاذ يفجيني، من وجهة نظرك ما هي الخيارات المتاحة أمام روسيا، أمام الغرب اليوم لتفادي أي ضربة نووية من أي طرف كان؟ طبعا الخيار الوحيد هو العودة إلى الحوار، حتى إذا كان الحوار مثلا يتطرق أو يطال موضوعا نوعا ما بعيدا عن الأزمة الأوكرانية، فلابد من أن يبدأ. أنا أقصد بذلك مثلا معاهدة ستارت 3، رغم التوتر الشديد الذي يسود العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، إلا أن هناك مؤشرات على أن الطرفين يعتزمان العمل على تمديد هذه المعاهدة، أو ربما وضع وتبني معاهدة أخرى جديدة ولكن من شأنها أن تقلص القدرات النووية. هذا أولا. وثانيا أن يكون هناك ربما بند أو عدد من البنود التي تنص على استحالة اللجوء إلى الأسلحة النووية مهما كانت الحجة التي قد يستغلها هذا الطرف أو ذاك. بالمناسبة هنا لابد من ذكر بيان أكدت عليه الدول النووية في بداية هذا العام. جاء في هذا البيان أن كل الدول النووية أو التي بحوزتها الأسلحة النووية تلتزم بعدم استخدام الأسلحة النووية مهما كانت الظروف ومهما كانت مستجدات الوضع التي يمكن أن تطرأ على الوضع في هذه النقطة أو غيرها من مناطق العالم. أستاذ إبراهيم، سنرى الخطر كيف هو منتشر اليوم إلى جانب ما تذكره روسيا وتلويح بهذه الورقة أيا كانت الأسباب والخلفيات. نظام بيونغ يانغ أطلق 7 صواريخ باليستية خلال الأسبوعين الماضيين. إحدى هذه المقذوفات مثل ما قلت تجاوز فوق الياباني أول مرة منذ 2017. المجتمع الدولي يتوقع أن يكون هناك تجربة نووية كورية شمالية خلال أسابيع، وهي الأولى منذ 5 سنوات تقريبا. ماذا ينتظر العالم من أجل التحرك ضد كوريا الشمالية، وهو الآن يواجه أولا روسيا بوتين يعني في أوكرانيا وكيم جونغ أون في كوريا الشمالية؟ يحاول العالم بشكل كبير طبعا حل مشكلة الأزمة النووية في كوريا الشمالية. والمشكلة عندما تحصل إحدى هذه الأنظمة على سلاح نووي على أنها تحصن نفسها من أي غزو خارجي، لأن تلك القوى تخشى من أن تدفع هذا النظام في كوريا الشمالية إلى استخدام السلاح النووي إذا ما فعلا تم مهاجمة كوريا الشمالية. ولكن هناك مرة أخرى فرق كبير بين القدرة العسكرية على توجيه ضربات نووية بين كوريا الشمالية وبين روسيا، لأن توجيه ضربة نووية حقيقية مختلف كثيرا عن موضوع التجربة النووية. لا يحتاج فقط إلى وجود رأس نووي، ولكن يحتاج أيضا إلى القدرة العسكرية على إطلاق هذا الهدف النووي وعلى إصابة الهدف الذي تسعى هذه الدول إلى إصابته. كوريا الشمالية لا تملك هذه القدرات العسكرية بعد، وعلى الأغلب إذا ما حاولت يوما ما فعلا أن تستخدم السلاح النووي على الأغلب سيتم إسقاط تلك القنبلة النووية، وربما يكون الخاسر الأكبر هو السكان في كوريا الشمالية. ولكن بالنسبة لروسيا فهي تملك المدفعية، تملك سلاح الجو، تملك الغواصات التي تمكنها من استخدام الأسلحة النووية التكتيكية أو الاستراتيجية إذا ما شاءت فعلا وإذا ما قررت استخدامها في المستقبل. أرجو أن لا يكون هذا أستاذ إبراهيم هو سوق تقدير يعني تضخيم الخطر الروسي مقابل يعني تقليل من الخطر الكوري الشمالي، ونعرف من يحكم هناك، وخاصة أن ليس لديه أي عقيدة نووية في الأصل. سأتحول إليك أستاذ أحمد المسلماني. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إنه في خضم التوترات العالمية الحالية، وأنا أقتبس هنا، فإن الإنسانية لا يفصلها عن الإبادة النووية سوى سوء تفاهم وسوء تقدير واحد. هذه المسؤولية لاحتواء الأخطار التي ذكرناها خلال هذه الحلقة على من تقع من وجهة نظرك أستاذ أحمد؟
هذه عبارة جامعة مانعة التي قالها السيد غوتيريش. فعلا سوء تقدير أو سوء تفاهم يمكن أن يؤدي إلى نهاية هذا العالم. أيضا نضع في الاعتبار ربما حتى أخطاء فنية، الصواريخ الكورية الشمالية في بعض التجارب نتيجة فشل نظام التوجيه والتحكم انطلقت إلى الخلف إلى شمال كوريا الشمالية بدلا من إلى جنوب كوريا الجنوبية. ومن ثم حتى في اليابان جرى إطلاق إنذار لم يكن صحيحا نتيجة خطأ فني. يمكن أن نضع الإطار الفني والخطأ الرقمي كأحد الأمور الواردة أو سوء التفاهم، كأن تعتقد دولة ما أن الصاروخ الذي جاء إذا كان باليستيا حامل رؤوس تقليدية أنه يحمل رؤوسا نووية، ويتم تقدير الموقف على هذا الإطار ويتم الرد بنووي على تقليدي، إلى أن ندرك أن هناك خطأ أو سوء تقدير يكون الأمر قد أفلت عن الزمام. هناك ضوابط في كل دولة بذات القوى العظمى أمريكا وروسيا في إطلاق السلاح النووي. هناك الشفرة النووية التي لا يمتلكها الرئيس فقط، وإنما ينبغي أن تكون جزء منها لدى الرئيس وجزء وزير الدفاع وجزء لدى رئيس الأركان ثم إلى 10 أشخاص على الأقل للتنفيذ، مجموعة 13 كما يقولون. هذا التعقيد لا يمنع أنه إذا جاء القرار السياسي ربما ذهبنا إلى وضع صعب للغاية. إذن أقول أن الخطأ البشري، الخطأ الرقمي إذا جرى، سوء التقدير بأن الطرف الآخر أطلق سلاحا نوويا وهو لم يكن سلاحا نوويا، سوء التقدير بمعنى إطلاق سلاح نووي استراتيجي في مقابل سلاح نووي تكتيكي ثم يرد الطرف الأول بسلاح نووي استراتيجي ردا على ذلك، كل هذه الأمور تفتح أبواب الشر لهذا العالم وتضع الكوكب كله عند حافة الهاوية. سؤال ختامي لكم جميعا يشبه قليلا السؤال الأول، ولكن مستلهم من ما تحدثنا به وناقشنا خلال الحلقة. هل نحن اليوم أقرب إلى حل سياسي سلمي للأزمة الموجودة الآن، وخاصة نتحدث عن أوكرانيا، أم نحن أقرب إلى ضربة نووية؟ أبدأ معك أستاذ يفجيني. طبعا إذا أخذنا على سبيل المثال التطورات الأخيرة فهناك توتر شديد، وهو ربما يشير إلى يعني زيادة احتمال اللجوء إلى الأسلحة النووية، ولكن مع ذلك أعتقد بأن هناك ما يكفي من المنطق لدى قادة الدول النووية الرئيسية للعودة إلى هذا الملف، ولكن بطريقة دبلوماسية. العودة إلى الحوار أمر لا بديل لها، لأن الكل يتضرر فيما إذا نشب صراع، إذا نشبت حرب نووية يتضرر هو البيئة والناس والبشر والمنشآت التحتية، وبالتالي الكل يجب أن يدرك هذا الخطر ويبذل قصارى جهودهم لتفاديه. وهذا الأمر ربما لا يحتاج إلى أي تعليق آخر. نعم سيد إبراهيم، نحن أقرب إلى حل سياسي دبلوماسي سلمي في أوكرانيا وفي العالم أم إلى ضربة نووية أيا كان موقعها؟ لا يبدو بأننا قريبين من حل سياسي سلمي للأزمة في أوكرانيا. لا يبدو بأن هناك مخرج لمختلف الأطراف في هذا الصراع، وأرى بأنه من الممكن أن يصعد الرئيس بوتين في حال فعلا عجز عن تحقيق انتصارات عسكرية، ومن ثم ربما سينتقل إلى التهديد أكثر. ولكن لا أرى بأننا قريبون جدا على استخدام السلاح النووي، لأننا طبعا سيكون هناك إجراس إنذار أكثر عندما تخرج روسيا السلاح النووي من المستودعات ويتم نقله إلى الجبهة، وحينها الكثير من أجهزة الاستخبارات حول العالم ستتمكن من معرفة ذلك، وحينها ندرك بأننا قريبين جدا من استخدام السلاح النووي، وطبعا ستكون تلك أيام خطيرة جدا في حال وقع ذلك. ولكن من الممكن جدا أيضا على أن يبتعد الرئيس بوتين عن هذا التهديد، ويرى بأنه غير منطقي وبأنه لن يحقق لروسيا أي تفوق عسكري ترجوه في أوكرانيا إذا ما تم استخدامها. أستاذ أحمد، أختم معك الحلقة باختصار إذا سمحت لي. الدكتور أحمد زويل قال لي أنه كان ضمن مجموعة مستشارين مع الرئيس أوباما، وتناقشوا فيما إذا كانت أمريكا تواجه تحديا متعلقا بإعصار أو أحداث تصبح 11 سبتمبر وما إلى ذلك، ثم تحدثوا عن الخيار النووي إذا واجهت أمريكا تحديا أو ضربة نووية. وقال الرئيس أوباما في ذلك الاجتماع نقل عن الدكتور زويل: لا أريد أن أفكر في هذا الخيار. لا يريد أحد في 8 مليار إنسان في العالم أن يفكر في خيار استخدام السلاح النووي.
هناك محاضرة للمؤرخ أرنولد تويمبي في مصر سنة 64 قال: نحن نخطط للمستقبل كله على أساس السلام العالمي، لأن أي ضربة نووية أو أي حرب عالمية ثالثة لن يوجد ذلك الذي سيكتب عن هذه الحرب إذا ما وقعت. كل ما نتمناه الآن أن يمتلك العالم الحكمة وألا نذهب إلى هذا الخيار. كل خطط 2030 و2050 وصول إلى 2100، كل خطط العالم في التنمية وفي التقدم في المستقبل قائمة على فرضية السلام. نعم. وعلى فرضية تحييد السلاح النووي. إذا لا قدر الله جرى استخدام السلاح النووي أو دخلنا في حرب عالمية ثالثة، فإن هذا الأمر يعني نهاية هذا الكوكب. أتمنى ألا نكون قريبين من ذلك، وأتمنى أن تنجح خطط التنمية، وأتمنى أن تنتصر الحكمة على اللاحكمة، وأن ينتصر الخير على الشر، وأن ينتصر الإنسان على الإنسان. وهذا ما نتمناه جميعا. بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا من قابل النقاش، التي كان عنوانها: التهديدات النووية في الواجهة العالم على وقع أسلحة الردع الفتاكة. شاركنا في التحليل والنقاش من موسكو السيد يفغيني سيدروف المحلل السياسي، من واشنطن السيد إبراهيم الأصيل كبير الباحثين بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن، ومن القاهرة الأستاذ أحمد المسلماني رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية. يسعدنا أن يستمر تفاعلكم مع كل ما جاء في الحلقة على صفحة قابل النقاش على الفيسبوك وتويتر ويوتيوب وموقع مؤسسة دبي للإعلام على الإنترنت، حيث يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة والحلقات الماضية. تعرف الأمم المتحدة الأسلحة النووية بأنها أخطر الأسلحة على وجه الأرض. رأس نووي واحد كفيل بتدمير أكبر مدن العالم وإبادة الملايين وبتعريض البيئة الطبيعية لأخطار يتوارثها الأجيال. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر قبل أشهر من أن العالم تفصله خطوة واحدة غير محسوبة عن حرب نووية مدمرة بكبسة زر قد يتحول الكوكب إلى جحيم. لا رابح في أي حرب نووية، لا الفاعل ولا المفعول به. ليست كل المفاعلات النووية نقمة مثل محطة تشيرنوبيل، بعضها أيضا نعمة لكونه سلمي الأغراض مثل محطة براكا للطاقة النووية في دولة الإمارات. هنا على